يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرى كثيرا من القبوريين هذه الأيام في المدينة المنورة يعلنون شركهم أمام الملأ ويتمسحون بالسيد وبقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ناصحناهم استهزأوا بنا وقالوا أنتم وهابيون، فماذا نفعل بهم أنتم عليكم الإنكار باللسان وذلك بالبيان لهم، فإن لم يمتثلوا ترفعون بشأنهم إلى المسؤولين، إلى إمارة المدينة، إلى الهيئات، إلى مكتب الدعوة، تبلغون المسؤولين. نعم، هذا اللي يجب عليكم. نعم.